وفي هذا الصدد نرحب بضيفنا الكريم جابر أبو قويدر من أهالي قرية الزرنوق. أهلا وسهلا بك. سيد جابر، أنت ناشط في النقب، وهل تسمعني جيدا؟ الله يسعد مساكي ومساء المستمعين. طب حدثنا عن هذه المنظمة التي احتفلت بقرار المحكمة بتهجير عائلة أبو قويدر من قرية الزرنوق في النقب. رقابيم هي تسيطر الأراضي وتشرد الأهالي، أساسا بدأت في أراضي 67 وتحولت في السنين الأخيرة إلى أراضي 48. فهنالك تضليل إعلامي، هنالك تضليل إعلامي كبير عن رقابيم. أنا أعتقد أنه غالبية المجتمع الإسرائيلي لا يعلم ما هي أهداف رقابيم، أهدافها سيئة، أهدافها لا تمت إلى الحقيقة بصلة. ويعني إذا رؤساء رقابيم هم يسكنون على أراضي فلسطينية بحتة بشكل غير قانوني، هاي رقابيم. نعم، طب ما هو الزعم الذي استندت إليه هذه المنظمة لتبرير تهجير العائلة، تهجير المئات من عائلة أبو قويدر؟ لو سمحت لي بدي أعرف عن الزرنوق. الزرنوق بلد فيها 5000 سكنة، فيها 5000 مواطن، فيها جميع الخدمات من قوى الأهالي، فيها صندوق مرضى، فيها مدرسة ابتدائية، مدرسة ثانوية، فيها دكاكين، في بلد كامل بشكل كل مقومات الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى والأهالي. إسرائيل تنوي تهجير وتدمير هذه العائلات بأي عذر كان، لأنه الأرض اللي يدعوا أنها ملكيتها لواحد يهودي هي جزء من أراضي النقب، وهو ما اشتراها من أبينا إبراهيم عليه السلام، هو اشتراها من واحد بدوي، أو ما اشتراها وتعاون مع واحد بدوي، قال له البدوي قال له خذ لك القطع هاي وجيب لي مثلا بذور ونزرع مع بعض في 1936. فبينما تعترف بال 500 دونم تبع الأراضي أرض اليهودي، بينما لا تعترف بمئات الآلاف وملايين الدنمات لأهل النقب، لأنه في 1948 البدو النقب كانوا يملكون 97% من أراضي النقب. اليوم يقطنون على أقل من 3%، اليوم لا يمتلكون 3%، اللي كانوا في 48 يمتلكون 97%. هنالك قانونين في دولة إسرائيل، قانون لليهودي وقانون لغير اليهودي. فأنا كان معي لي تواصل مع صاحب الأرض وقال لي تعال اشتري الأرض واسكن فيها. فكرت وحسبت لو أني اشتريت الأرض كان خلال 3 أيام إسرائيل أطلعت قانون أنه ما إلي ملكية عليها، بما أن الأرض ليهودي فتثبت ملكيتها. يعني أنتم في النقب تواجهون السياسات العنصرية التي تتخذها هذه الحكومة. طب الآن العائلة المهجرة، 100 فرد أو مئات من عائلة أبو قويدر تم تهجيرهم، هل تم ترتيب سكن لهذه العائلة المهجرة؟ يا أختي مرام الله يرضى عليك، لن نرحل، لن يهجر ولا فرد، وسنبقى في الأرض حتى لو في العراء، سنبقى في الأرض لن نهجر. هذا كلام فارغ. يعني كل السياسات العنصرية، إذا اليوم وزير الداخلية وزير الخارجية هم اللي قدموا التماس للمحكمة، فهم اليوم اللي بيكرروا، يعني هم القاضي هم اللي قدم استئناف. نحن سنبقى في أرضنا إن شاء الله، وإسرائيل تكيل بمكيالين، احنا ثابتين على أرضنا ومش راح نتزحزح. يعني لو قلت لك كمان مرة بعيد الجملة، لو بنضل في العراء سنبقى في أرضنا إن شاء الله، لأنه أنت بتدمر بيت، أنت بتدمر، إذا دمرت البيت أنت دمرت العائلة، دمرت. وهنا صحيح. في قرية كاملة، مش واحد، مش فرد أو اثنين أو عشرة، بنقول لك في 5000 مواطن، في القسم الأكبر عائلة أبو قويدر، بس في عائلات حواليها، في الناس كلها من عامة الشعب كلهم بيطلعوا الشغل الصبح وبرجعوا المغرب، كلياتهم ناس بيدفعوا ضرائب، كلياتهم ناس مواطنين صالحين. ولكن إسرائيل يعني تدفع المواطن أن يكون بشكل غير قانوني. طيب كيف تفاعلتم مع هذا القرار؟ تفاعلت عائلة أبو قويدر وأفراد هذه العائلة مع قرار التهجير والترحيل؟ يا أختي إسرائيل منذ مئات السنين هي تحاول أن تدك الأسفين في نفس العائلة. إسرائيل حاولت تغري بعض من العائلة، حاولت تغريهم بلاش الذكر يعني، ولكن
الغالبية العظمى والناس كلها عائلة بويدرو والعائلات غيرها لا تنوي الرحيل أبدا، لا تنوي الرحيل ولا يأتي بالحسبان. بعدين هنالك يعني لوين يرحلوا؟ ما في محل في النقب اللي يستقبلهم. هذا عائلة كبيرة أو هذا قرية كبيرة، قرية كاملة راحت فيها ضائقة سكانية رهيبة. شكرا جزيلا لك جبر أبو قيدر من أهالي قرية أزرنوق. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.